لماذا تستهدف ميليشيا الحوثي النساء اليمنيات في أشد نقاط ضعفهن إيلاما؟ وهو الاتهام بالتفريط بالشرف والانتماء لعصابات الدعارة والتبعية لما يسمونها دول العدوان. لا يجب أن يلفت هذا الأمر كل المهتمين بالمرأة لجرائم ميليشيا الحوثي ضد النساء؟ أهلا بكم. تعذيب النساء وتهام الشرف سياسة ميليشيا الحوثي المسكوت عنها. فمنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وإعلانها الحرب على كل من عداها من اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في تصاعد مستمر، نركز في حلقتنا هذه على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة التي تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين وعلى أيديهم. فالانتهاكات التي تعاني منها النساء لم تعد تلك الانتهاكات التقليدية المتعلقة بمستوى وعي المجتمع أو أطماع الأقارب وفقدان المعيل وصعوبة مواصلة التعليم، بل إن ميليشيا الحوثي استهدفت النساء اليمنيات في أشد نطاق ضعفهن إيلاما، وهو الاتهام بالتفريط بالشرف والانتماء لعصابات الدعارة والتبعية لما يسمونها دول العدوان. وبسبب ذلك دمرت حياة المئات من النساء وتفككت روابطهن العائلية، وتعاني الكثير منهن المرارات في سجون لم يكن يعرف عنها أحد أي معلومة. منذ مشاركتهن الفاعلة في ثورة 11 من فبراير، أسست النساء اليمنيات مرحلة جديدة من النضال المجتمعي من أجل حقوقهن وإثبات ذاتهن في المشهد السياسي. حققنا في سبيل ذلك الكثير من المكاسب على طريق تحقيق المساواة الكاملة والقضاء على التمييز السلبي تجاه المرأة وحقوقها، ليخلقن بذلك نموذجا متفردا في المنطقة شكل مصدر إلهام لكل النساء التواقات للحرية والمناضلات لنيل حقوقهن المشروعة. إلا أنه منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 حدث تراجع مخيف في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. لم تعد سجون الحوثيين حكرا على الضحايا من الرجال، بينما تقف النساء في الجانب الآخر من بوابة السجن، بل كسرت ميليشيا الحوثي هذا الحاجز. فمنذ نهاية العام 2017 وأعداد النساء المعتقلات في سجون الحوثيين في ازدياد، لم تعد للمرأة اليمنية تلك الحصانة الأخلاقية التي كانت تتمتع بها وبفضلها تساهم في تخفيف آثار الحروب، بل وتساهم في حلها أحياناً. فقد زجت ميليشيا الحوثي بمئات النساء في السجون، وأعلنت أنها تمكنت من تفكيك 28 شبكة دعارة متهمة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتعاطي الخمور والمخدرات وارتباطها بما تسميها دول العدوان. تخرج وتخرج بنات في التالة. هكذا استخدم الحوثيون السلاح الأكثر فتكاً في معركتهم مع النساء، فالاتهام بجرائم الدعارة مثل ضربة قاضية لكثير من الضحايا وعائلاتهن. وبحسب بيان صادر عن شبكة التضامن النسوي، فإن 4 نساء معتقلات لجأن للانتحار في سجون الحوثيين بصنعاء. منظمة سام لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً مخصصاً لهذا النوع من الانتهاكات، حمل عنوان ماذا بقي لنا، وهو تساؤل جاء على لسان إحدى النساء اللواتي أدلين بشهادتهن للمنظمة، وقالت إنها تعرضت للتعذيب في سجون الحوثيين وأرغموها على الاعتراف بممارسة الدعارة، كما أجبروا أسرتها على التبرؤ منها. ظل هذا الملف قيد الكتمان لعدة أشهر، حتى كشفت أصوات مدنية عن حجم الكارثة المسكوت عنها، ونشر ناشطون معلومات عن ضباط ومشرفين حوثيين مسؤولين عن اعتقال وتعذيب النساء. أصدرت ميليشيا الحوثي فيلماً دعائياً بعنوان خطوط حمراء، استخدمت فيه اعترافات صورتها لنساء معتقلات تحت التعذيب، وحشدت فيه عدداً من الضباط والقضاة. وتحت مسمى مواجهة الحرب الناعمة، دشنت ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة من قمع المجتمع اليمني وانتهاك حرياته.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة استضيف الأستاذة إشراق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور آسيا، أهلا بك. إذن بداية، يقول ميشيل باشيلي أستاذة إشراق، أينما وجد نزاع فالمرأة لابد أن تكون جزءا من الحل، لكن يبدو أن الحوثيين يخالفونه الرأي، فقد طالت أيديهم المرأة بشكل مختلف، ربما بأكثر الأساليب قسوة واستفزاز. برأيك لماذا تعود الميليشيا لانتهاك المجتمع من هذه الزاوية؟ في البداية أشكر قناة بلقيس على التقرير المصور الذي قامت بإعداده والإشارة إلى مثل هذه الانتهاكات التي طال النساء. وعندما نتحدث عن الانتهاكات التي طالت النساء في الحرب، وخصوصا الانتهاكات التي مست حقوقهن في الكرامة والمعاملة الإنسانية وحقها في الحرية، باعتقادي ليس الحديث يبدأ من 2017 وما تلاه من الأعوام، إنما كانت البداية مع بداية الحرب. للأسف أن الأصوات ربما كانت ضعيفة، الأرقام والإحصائيات ربما لم تكن متداولة بشكل كبير بأيدي المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات والآليات الوطنية والدولية، لهذا ربما كان الحديث عن هذا الموضوع متأخر. لكن حقيقة يعني ربما المؤسف في مثل هذه الانتهاكات أن التركيز كان على الأسرة بشكل عام من خلال المرأة، هذا التركيز كان عبر عملية سواء القبض الغير قانوني وما تلاه من نقول انتهاكات أخرى تمس حقها في مسألة التفتيش الأخلاقي، حقها في مسألة المعاملة الخاصة، وهذا طبعا منصوص عليه في القوانين الوطنية إضافة إلى المواثيق الدولية. لهذا يعني ربما الحديث عن هذا الحق، وربما ما أشرتم من تقارير أو إشارات عدد من منظمات المحلية وأيضا المكونات النسوية العاملة في مجال السلام، باعتقادي بأنه الآن أصبح الحديث يجب أن يتحول إلى الشق الجدي الفعلي الذي نخرج به بعد ذلك بأثر حقيقي على هؤلاء النساء، ليس فقط المعتقلات أو أيضا التي من الممكن أن يكون عرضة لهذا الاعتقال أو تقييد الحرية أو المساس بحقوقهن المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعم، إذن أستاذة إشراق، أيضا يقول تحقيق صادر عن شبكة نساء من أجل اليمن، واسمح لي أن أقرأ هو نصا: عادة ما يكون الاحتجاز غير القانوني مصحوبا بحملة تشهير واسعة النطاق من قبل الحوثيين، تستخدم وسائل الإعلام الخاصة بهم لمهاجمة الناشطات، إما بمهاجمة شرفهن أو عن طريق وصفهن بأنهن جواسيس، أو تسجيل مقاطع فيديو لبيانات اعترافات قسرية عن المحتجزات لابتزازهن وعائلاتهن في اليمن. يتم تبرئة هؤلاء النساء من قبل عائلاتهن، وبعضهن يحاول الانتحار، يعني التبرؤ منهن، بعض العائلات تتبرأ من يعني بناتها. يعني بالله عليك، هل كل ما يحدث فقط لأجل إسكات صوت النساء؟ للأسف أن الهدف الحقيقي أولا هو استخدام النساء كأداة من أدوات الحرب، وربما هذا كان الأمر الذي يجب التركيز عليه بشكل أكبر من قبل المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق النساء. ليس الهدف فقط إسكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أو حتى النساء العاديات والعاملات في القطاع المدني أو القطاع العام، لكن الهدف بشكل رئيسي هو استغلال الحرب أو استغلال النساء كأداة من أدوات الحرب. بدأ هذا الاستغلال بداية عبر معابر أو نقاط الحصار ومعابر التي يمنع فيها عملية الحركة والتنقل للمدنيين، والتي تم فيها حصار الكثير وعدد من المدن، كانت تستغل النساء بشكل كبير جدا في تلك النقاط وتلك المعابر، كان يتم منعهن من عملية الوصول إلى المساعدات، كان يتم ابتزازهن أيضا تحت هذا الحق
لا سيما النساء التي يعني بحاجة وعوز كبير لهذه المساعدات. لهذا فالهدف ربما يعني واضح، لكن الآلية والاستخدام تطور بشكل كبير، وصولا بعد ذلك لعمليات ربما العمليات المباشرة في مسألة المداهمة، في مسألة القمع، في مسألة إصدار تصريحات أو تصاريح بمنع التنقل والحركة إلا بمحارم. أيضا كما ذكر البيان الذي ذكرته الآن، وهي مسألة استهداف المدافعات والتشهير أيضا بهن، ومسألة أيضا حتى التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التهديد عبر الوسائل المباشرة يعني التواصل المباشر مع المستهدفات. لهذا باعتقادي أن هناك تطور منذ العام 2015 وحتى هذا اليوم في مسألة استهداف النساء، لكن ليس الهدف هو فقط إسكات أصوات النساء. باعتقادي أن الهدف أصبح قليلا واضح، وهو استخدام النساء كأدوات من أدوات الحرب. في الحقيقة هو لن يستطيع مثلا جماعة الحوثي تحقيق هدف عسكري حقيقي مباشر من خلال استخدام النساء، لكن هناك ربما ينظر بأنها أهداف غير مباشرة، وهي مسألة إثارة الخوف والفزع في أوساط الأسر، ترويع أيضا عدد كبير من النساء، ولا سيما إذا ذكرنا بأن اليمن يعني نسبة النساء فيها تصل إلى النصف أو أكثر، وبالتالي فهو تعطيل أكثر من نصف السكان في اليمن من عملية الرفض، من عملية إبداء الرأي، من عملية المطالبة بالحقوق. لهذا باعتقادي أن هنا أن الهدف أكبر من عملية إسكات نقول فئة النساء إلى أن يصل إلى مسألة الوصول أو الهدف إلى الوصول إلى تحقيق أهداف، ولكن بطريقة باعتقادي غير مباشرة، أن تحقيق هدف عسكري حقيقي أو نصر أيا كان شكله لهذه الجماعة لن يتحقق عن طريق مثل هذه الطرق، وهي استخدام النساء سواء في تقييد بعض الحريات وصولا إلى العنف الجنسي للأسف. يعني في هذه القصص التي ذكرت من قبل المنظمات التي أصدرت عدد من التقارير، لم يكن فقط العنف نقول المادي المتمثل في مسألة الاعتقال، مسألة التقييد، مسألة الزق في السجون، مسألة كيل التهم، مسألة استخدام القضاء، لكن هناك أيضا كان أشكال مختلفة من أنواع العنف الجنسي، ابتداء في مسألة المساس بالكرامة والتفتيش الغير قانوني لجسد المرأة، وصولا إلى مسألة التحرش ووقع أيضا اغتصاب. تم الحديث أيضا في عدد من السياق هذه الوقائع. نعم، وربما يعني إحدى المنظمات التي أصدرت تقرير تفصيلي عن كثير من الانتهاكات وهي منظمة سام للحقوق والحريات، من خلالها ينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي عبر سكايب، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. نعم أستاذ توفيق، هل تسمعني؟ نعم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهديكم. نعم، أهلا بك أستاذ توفيق. إذن أصدرتم تقرير، ماذا بقي؟ نعم أسمع. نعم أنا أسمع. نعم، إذن أصدرتم تقرير، ماذا بقي لنا كأول تقرير حقوقي يسلط الضوء على النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي؟ وربما قد ناقشناه سابقا في حلقات للمساء اليمني، ولكن أود أن أسألك، هل من ردود فعل أممية أو حقوقية حول التقرير الذي تم إصداره؟ في حقيقة الأمر التقرير الذي أصدرناه نحن في منظمة سام وجد تجاوبا على المستويين، سواء حتى على مستوى الضحايا على مستوى المجتمع الدولي. نعم. على مستوى الضحايا وصلتنا كثير من الرسائل لما يسمى ضحايا سابقين، بحسب المعلومات التي وصلتنا أسماء، وصلتنا أيضا مواقع سجون جديدة، وصلتنا أيضا قصص وحالة انتهاك لبعض النساء، ونحن نفكر حتى الآن في إصدار جزء ثاني من هذا التقرير، إضافة إلى أن بعض المنظمات بل على مستوى بعض المكاتب الأممية الفاعلة في الشأن اليمني تواصلت معنا لفترات طويلة ما يقارب الساعة، وتناقشنا طويلا حول منهجية التقرير، الأرقام الواردة في التقرير، القصص الواردة في التقرير،
وهم يتحدثون على أن هذا بالفعل كان أول تقرير اجتاز الخطوط الحمراء، لأنهم بحسب حديثهم تحدثوا لمسؤولين في السلطة اليمنية عن ملف النساء في اليمن، لكن فوجئوا بجواب لبعض الوزراء بأن قضايا النساء في اليمن خط أحمر لا يستطيع أحد الاقتراب منه. وبالتالي صدور هذا التقرير يعد تجاوزا حقيقيا للخطوط الحمراء ومحاولة لفتح نافذة في جدار الصمت بالنسبة لقضية المرأة. نحن في منظمة سام ننظر بأن ملف المرأة ليس ملفا يعني عاديا، وإنما ملف مرتبط حقيقة بعملية التغيير الحاصلة في اليمن، وهو ملف شائك ومعقد يحتاج إلى جهد كبير. نحن نعمل نعم الآن عليه لإصدار تقرير وفق رؤية مستقبلية متعلقة بالجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمرأة، لأنه للأسف الشديد كثير من الخلفيات الثقافية والاجتماعية أعاقت الأسر أو النساء عن الحديث لوسائل الإعلام أو للمنظمات عما تعرضنا له من انتهاكات، عما يواجهنه من عراقيل، وبالتالي أصبحنا ضحية. اليوم هنالك أنا أعتقد من خلال الاطلاع الواسع لبعض الكثير من هذه القضايا تبين لي أن هنالك محاولة حثيثة من قبل جماعة الحوثي لإعادة هندسة المجتمع، وبالتالي قضايا النساء من أهم هذه المفاتيح التي يحاولون الولوج إليها من خلال كسر يعني قضية الثقافة، قضية الكرامة، قضية الاحترام والقداسة كانت تليق بها المرأة، لتتحول المرأة كما شاهدنا في كثير من الأفلام التي بين قوسين تحقيقية أو وثائقية بثتها قنوات تتبع جماعة الحوثي، لتحول المرأة اليمنية إلى أنها عبارة عن سلعة رخيصة ليس هي. نعم، إذن برأيك أستاذ توفيق، ما هو الخطر الذي يمثله استمرار العبث الحقوقي بملف كهذا الملف؟ أنا أعتقد أن ملف القضايا الجنسية بشكل عام هو ملف يدخل كما قلت لك في عملية هندسة المجتمع. اليوم من أجل إخضاع هذا المجتمع لمكون لجماعة الحوثي تسعى هذه الجماعة بشتى الوسائل. اليوم ملف المرأة الذي نتحدث عنه وهو ملف الاعتقالات والتحرشات والإخفاء القسري إلى غير ذلك يمشي موازيا لملف تجنيد المرأة، لملف عسكرة المرأة. اليوم هنالك عسكرة مخيفة للمرأة، خاصة النساء الذين قتلوا في الجبهات، هنالك شحن طائفي وعسكرتهن بصورة كبيرة. هذا الملف كما هو في المرأة كما هو في الطفل، اليوم هنالك ما يقارب بحسب إحصائيات جماعة الحوثي 250 ألف شاب وطفل في المعسكرات الصيفية يتلقون دروس عسكرية وثقافية وإلى غير ذلك. وبالتالي اليوم هذه المسارات ليست مسارات متعلقة فقط بالجانب الحقوقي وعملية الانتهاك فقط، وإنما هي متعلقة بمشروع كامل يسعى إلى إعادة بناء ورسم هذا المجتمع وفي التصور ومنهجية جماعة الحوثي. وبالتالي سيصبح أنا أعتقد أنه بعد سنوات صعب إعادة بناء هذا المجتمع وفق رؤية فبراير والنظام الجمهوري، سيصبح هنالك إشكالية كبيرة جدا العودة إلى مسار فقط ما قبل 21 من سبتمبر عام 2014. بالتالي أي تأخر أو خاصة في ظل غياب مشروع سياسي وإعلامي وثقافي يواجه سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى التربوي يواجه مثل هذه التحديات، أعتقد الأمر سيكون في صعوبة. اليوم هنالك حديث على أن الإسلام وعلى أن الثقافة هي ما قبل بعد 1962 هي ثقافة وفهم مغلوط للدين، وأن الفهم الحقيقي للدين هو اليوم الذي تقدمه جماعه الحوثي من خلال ملازم جماعه حسين بدر الدين الحوثي. اليوم ذلك معركه كبرى، بالتالي اليوم هذه المراه جزء من هذا الانتهاك المنهج الذي تسعى هذه الجماعه اما لاخضاعها من خلال الشحن والعسكره واما من خلال الانتهاك والاذلال وتحويلها بالنهايه الى دميه بيدهم يمكن ان تتحرك لاغراضهم هنا وهناك. وبالتالي راينا كثير من النساء ربما يتخلى عن اسرهم بسبب
بين قوسين قضايا اتهامات اخلاقيه الى غير ذلك. اليوم هنالك معركه صعبه، صعبه جدا، نعم. يعني تتعارض معها وسائل اعلام، برامج اعلاميه خصصت لهذا الجانب، اصبحت المراه تعيش تحت وطأة الخوف والذل والرعب الى غير ذلك، بالتالي نحن امام فصل لم يسلط عليه الضوء في معركه غير متكافئه للاسف الشديد. نعم، اذا استاذ توفيق اسمح لنا فقط اعود للأستاذة إشراق. أستاذة إشراق، يعني ربما بعض التقارير لكثير من المنظمات تعطي شجاعة لبقية من أصابهن انتهاك، يعني تقرير كالتقرير الذي طرح من قبل منظمة سام به الكثير من القصص وبه الكثير من الأحداث التفصيلية تم شرحها، كيف تم الاختطاف وما الذي حدث أثناء الاختطاف وكيف تم التعذيب، أيضا بعض الفيديوهات التي انتشرت لبعض النساء وهن يحكين يعني معاناتهن وما الذي جرى لهن. هل وصلكم بعد يعني ظهور مثل هذه التقارير ادعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان؟ هل تم التواصل معكم من قبل نساء تعرضن لمثل هذه المواقف؟ نعم أستاذة شاق، هل تسمعيني أم أن الصوت يتأخر؟ أستاذة إشراق، هل استمعتي إلي؟ نعم، إذا أعود إليك أستاذ توفيق لأن تعود معنا الأستاذة إشراق. أستاذ توفيق، يعني مسألة يعني شجاعة بعض النساء للتواصل أيضا، شجاعة الأهالي بعد أن يستمعوا لقصص أخريات وربما يعني محاولة إنصافهن من قبل تقارير دولية ورفع مظلمتهن إلى العالم، هل حدث ذلك معكم أيضا؟ نعم، كما قلت لك هنالك تواصل، وصلتنا ايميلات، وصلتنا معلومات عبر ايميل المنظمه الى غير ذلك، تواصلنا مع بعض الضحايا. الطابع العام ان هؤلاء الناس او الاسر لديهن خوف ويشعرن انه لا توجد منظمه او جهه يمكن ان توفر لهن الحمايه. انا لا اعتقد لو الحكومه الشرعيه خصصت جزء او موازنه بسيطه لمثل هذه لمثل هؤلاء الضحايا يمكن ان تستقبلهن، توفر لهن اجر شهري، توفر لهن الامان، توفر لهن الحمايه وغيرها من هذه الوسائل في اي محافظه من المحافظات الامنه. اعتقد وبامكانهن يلتقين مع محققين امميين، مع منظمات دوليه الى غير ذلك، وبالتالي تتحول القضايا النساء الى اليمنيات إلى قضية رأي عام. نحن الآن حاليا نعمل مع إحدى الصحف الأجنبية على يعني تحقيق في مثل هذا الجانب، مديناهم بكثير من المعلومات إلى غير ذلك. نحن نعمل جهدنا، تبقى على الحكومة الشرعية الجهد الأكبر. نحن اليوم في معركة على كافة الجبهات، المعركة ليست معركة سياسية، هي معركة مالية، معركة اقتصادية. الحكومة الشرعية تتحمل جزء من هذه المسؤولية، والموضوع اليوم في قضايا الانتهاكات والحقوق متعلق بجانب أخلاقي وبجانب إنساني. نحن لا ندعي على جماعة الحوثي أكثر مما هو حاصل، ولا يمكن أن ننقل للعالم أكثر مما هو حاصل، لكن أيضا يبقى لا أخلاقيا ولا وعار في جبين الإنسانية أننا نسمع ونتلقى كثير من الانتهاكات ثم لا ننقلها للعالم، أو ندل الأطراف التي يمكن أن تقدم المساعدة أن تقدم المساعدة. هذه هي الفكرة بالدرجة الأساسية، وبالتالي المواضيع التقارير التي تصدر ضد طرف هنا أو ضد طرف هنا، قد يحسب أحيانا الحكومة الشرعية تعتقد بأن التقارير تصدر لسام هو ضدها، وأحيانا الأطراف الموالية للإمارات تظن بأن التقارير تصدر لسام هو ضدها والحوثيين كذلك، وبالنهاية نحن شعار منظمة سام نحن ضد الجميع مع الضحية، وبالتالي أحيانا تجد وسائل الإعلام جماعة الحوثي تنقل تقارير منظمة سام على نطاق واسع، عندما يرون أنه يستهدف طائفة أخرى تلقي الطرف الآخر يتناول تقارير منظمة سام بصورة كبيرة عندما يرى أنه يستهدف جماعة الحوثي. الموضوع في عملنا ليس استهداف طرف من الأطراف، وإنما نقل الحقيقة فضحا والوقوف بجانب الضحية. نحن نعتبر كل شخص هو ضد
نعمل ضده من أجل بين قوسين الضحية أيا كان هذه الضحية. نعم إذن نعم شكرا بالضبط. هذا هو منهجية منظمة نعم. سام مع كل الأطراف الموجودة في اليمن. إذن شكرا لك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. عودة إليك يا أستاذ إشراق. أستاذ إشراق، بعد طرح الأستاذ توفيق بخصوص أن هناك الكثير من النساء تواصلنا معهم بعد صدور التقرير، برأيك هل مثل هذه التقارير ووجود فيديوهات تنشر لنساء يتحدثن عن ما حدث لهن، هل جعل من هؤلاء النساء يعني أن يتواصلن معكم كلجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وطرحنا مشاكلهن لكم؟ يعني ربما كما ذكرت الحديث أصبح مفتوح وأخذ صوت أعلى، وبالتالي هناك نوع نقول من القدرة أو إعلان الصوت بشكل أكبر من ذي سابق. لهذا كثير فعلا أو عدد من النساء من المحافظات مختلفة سواء من صنعاء أو الحديدة أو عمران بالفعل تم التواصل مع راصدي اللجنة الوطنية، وتم رصد عدد كبير أيضا من هؤلاء النساء. النساء التي استطعن الخروج من صنعاء تم مقابلتهن والاستماع لهن بشكل يعني مباشر، لكن باعتقادي أن هذا العدد يعتبر ما يزال ضئيل جدا بالمقارنة بالأعداد الحقيقية والفعلية للنساء التي تعرضن لانتهاكات مختلفة، التي بالفعل عند خروجهن قمنا بعملية تعبئة وكتابة التزامات. عدد من النساء التي أفرج عنهن أو خرجن بطريقة أو بأخرى حتى عن طريق المبالغ المالية الباهظة يعني ما زلنا في منازلهن تحت الإقامة شبه الجبرية، يمنعنا أيضا من عملية التعبير، عملية الحديث عن ما طالهن من انتهاكات. فلهذا يعني من الجميل جدا وصول النساء وتقديم شكاوى أو بلاغات أو تواصل مع منظمات مجتمع مدني محلية أو مع اللجنة الوطنية للتحقيق، أو بعد ذلك أيضا أو عن طريق وصول الباحثين أو الراصدين أو المحققين مباشرة لهؤلاء النساء. لكن كما ذكرت يعني نحتاج إلى يعني عدد أكبر من النساء. نحن في اللجنة وغيرنا أيضا من العاملين في مجال حقوق الإنسان يقدرون الأوضاع نقول الاجتماعية والأوضاع الإنسانية لهؤلاء النساء أو نقول الناجيات من العنف يعني أو انتهاكات بشكل عام. باعتقادي تقدير أوضاعهن النفسية والاجتماعية والأسرية بشكل رئيسي هو يعني عمل نقول مهم ويجب أن يؤخذ في الحسبان، بأن مسألة الوصول لهؤلاء النساء أو مساعدتهن في مسألة التعبير والإفادة وسرد تجاربهن وما طالهن من انتهاكات من الممكن أن يكون حتى في أوقات لاحقة، بمعنى أنه ليس من الضرورة أن يتم في هذا الوقت نظرا لأوضاعهن والاستمرار الحرب والاستمرار أيضا الهيمنة الأمنية نقول والخشية من تكرر هذه الجماعة في تلك المناطق. نعم، وقد يكون أيضا يعرض بقية أسرهن أولادهن أزواجهن أخواتهن أيضا حتى أسرهن سواء من الأقارب نقول الصلة القريبة أو البعيدة. لكن باعتقادنا أن ما ظهر من هذه الوقائع وما يعني وصل إلينا وإلى منظمات المجتمع المدني باعتقاده أنه يكون كفيل بأن يتم تحريك عمل حقيقي ل تعويض أو لإنصاف هؤلاء النساء الذي طالهم انتهاكات والحد أو منع نقول أو إيقاف تلك الانتهاكات التي قد تطال أخريات. الهدف ليس فقط يعني نقول إيضاح حقيقة أو قياس مستوى انتهاكات للنساء في ظل الحرب، لكن يجب أن يكون لدينا هدف أعلى وهدف أسمى وهو مسألة حقيقة هو إيقاف هذه الانتهاكات. لهذا ربما هذا الدور باعتقادي الذي يجب أن يقوم به أو تقوم به بالذات النساء العاملات في مجال السلام. يعني قبل شهرين تقريبا كان هناك مؤتمر في عمان يعني لأكثر من 100 امرأة يمنية من داخل اليمن وخارج اليمن حول تمكين النساء ومساعدتهن في مبادرة السلام. باعتقادي أن أول مبادرة يجب أن تتضامن وتتحد فيها هؤلاء النساء 100 أو الأكثر سواء ناشطات أو مدافعات يعني منفردات أو عبر تكتلات وشبكات مختلفة، وهي الضغط على نقول أطر السلام أو لا تتحقق أطر السلام إلا
عبر تحقيق السلام أولا لهؤلاء النساء اللاتي يجدن صعوبة كبيرة جدا في تلك المناطق في ممارسة حقوقهن بشكل عادي، واللاتي يتعرضن لكثير من الانتهاكات، وكما ذكرت يعني هم لا يتعرضن إنما يستخدمن كأداة من أدوات الحرب. فلهذا يعني لا نريد الهدف فقط، نحن في اللجنة الوطنية نقوم بعملية التحقيق، نقوم بعملية تجهيز ملفات، يعني يعني حاليا في إطار تسليم ملفات للقضاء خصوصا فيما يتعلق الانتهاكات لطال النساء، لكن باعتقادي نحن الآن بحاجة إلى آلية مباشرة يعني بشكل جدي وفعلي، وبأن لا يكون فقط أصوات إعلامية وحملات بين فترة وأخرى للتذكير بوضع النساء، لكن باعتقادي لابد من إجراء حقيقي ومباشر. يعني في اعتقادي أنه كان في إشارات لرئيس منظمة سام بأنه كان هناك تجاوب من قبل بعض الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان في اليمن ومن ضمنها فريق العقوبات وغيرها. نحن بحاجة كما ذكرت إلى اتخاذ موقف جاد وموقف حقيقي من هذه الأطر بأنها استطاعت أن تضغط وأن يعني تظهر نتيجة ضغطها على هذه الجماعة بأن تلتزم بعدم ممارسة تلك الانتهاكات، بأن تعترف بتلك الانتهاكات، وبالتالي يتليه ذلك عملية التعويض وجبر الضرر للنساء اللاتي كنا ضحايا لهذا الانتهاك، والنساء اللاتي ما زلنا في سجون عمران وسجون صنعاء وسجون الحديدة وغيرها من السجون التي ربما لم نصل إليها. نعم، إذا اسمح لنا أستاذة إشراق أن تنضم معنا أيضا الأستاذة بشرى العامري المسؤول الإعلامي لتحالف رصد عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذة بشرى. مساء النور عليك زميلتي العزيزة وعلى المشاهدين جميعا. أهلا بك. إذا أستاذة بشرى، فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت النساء من قبل الميليشيا، هل بالإمكان إطلاع المشاهد على آخر الإحصائيات حسب توثيق تحالف رصد الذي طالت هذه الانتهاكات التي طالت النساء؟ نعم أختي، نحن في تحالف رصدنا العديد من الانتهاكات التي طالت النساء. طبعا هناك رصدنا منذ سبتمبر 2014 وحتى اليوم مقتل 815 امرأة وجرح المئات من النساء. أيضا كان هناك تقرير خاص حول اختطاف وإخفاء 303 امرأة، بينهن 220 امرأة مختطفة، منهم 87 ناشطة سياسية و30 طالبة جامعية و6 ناشطات حقوقيات وإعلاميتين. أما المخفيات قصريا فكنا 44 امرأة، 10 منهن من الأقلية البهائية. أيضا تعرضت للتعذيب 39 امرأة، بينهن 23 سياسية وإعلاميتين وامرأتين من الطائفة البهائية. طبعا سجلت صنعاء أمانة العاصمة أعلى نسبة للنساء المختطفات والمخفيات وكذلك المعذبات. طبعا كانت عدد النساء المختطفات في أمانة العاصمة 204. أيضا تم تسجيل العشرات من النساء التي تعرضن للإصابة والقتل بالألغام والقذائف وغيرها، وهناك ما يقارب 100 امرأة معاقة اليوم جراء هذه الممارسات. نعم، إذا برأيك لماذا يركز الحوثيون على جزئية التعريض بالشرف في معركتهم ضد المرأة؟ الحوثيين أمعنوا في استخدام هذه القضية كنوع من الإذلال بالمرأة ونوع من امتهان الشعب والاستطاعة السيطرة على الناس. هم يعلمون جيدا أن المرأة اليمنية تحظى بمكانة اجتماعية تحفظ لها كرامتها أمام المجتمع، فبالتالي أنه إذا هذه الميليشيا استطاعت أن تمارس هذا العيب وتكسر هذه العادة فهي تعطي رسالة أنه لا يقف أمامنا أي رادع أو أي شيء لممارسة أي انتهاكات، فبالتالي رسالات تخويف وترهيب وتهديد للمجتمع برمته. نعم، إذا أستاذة برأيك ما هو دور المجتمع المدني الدولي والإعلام خصوصا وأنتم تقدمون تقارير دورية أمام العالم في مجالس حقوق الإنسان وغيرها؟ بالنسبة للمجتمع المدني، على المجتمع المدني أولا أن يعمل بشكل جاد
وفعل للقضاء على هذه الطارئة، أو لتوضيح الصورة الحقيقية للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا إزاء المرأة. أيضا على المجتمع الدولي أيضا أن يخرج من عباءة اللي يقتصر عنها بعمل التقارير أو البيانات المنددة، إلى القيام بعمل خطوات عملية، منها سرعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن والتي على رأسها القرارات 2216 والذي يعاقب كل من سوت له نفس ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ومنها هذه الجرائم الممارسة. أيضا وقف المساعدات والمعونات التي تقدم للميليشيا مباشرة التي تستخدم في زيادة ارتكاب هذه الجرائم، الضغط على الميليشيا للإفراج عن النساء وعن الكف أيضا عن اتهامهم بهذه القضايا. ايضا على الاعلام التوضيح التهم الحقيقيه التي زلفت التهم التي رمتها الميليشيات على هذه النساء، تعزيز الحاله النفسيه او رفع معنويات الاهالي ودفعهم للتحدث عن الانتهاكات التي طالتهم وطالت بناتهم، وتعزيز الثقه لديهم في بناتهم، لانه استطاعت الميليشيا ايضا ان تمارس الضغط لاسكات اهالي الفتيات بسبب التهم بالشرف وغيره. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا أستاذة بشرى العمري، المسؤولة الإعلامية لتحالف رصد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك يا أستاذة إشاق. أستاذة إشاق، كيف يتم التعامل مع هذا الملف الحساس اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وأيضا على المستوى الحقوقي؟ يعني باعتقادي هو هذا الملف هو إحدى ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب، والتي هي عادة ما تأخذ ربما اهتمام وتركيز خاص. في البداية يعني التركيز على هذا الملف يجب أن يكون من هذا المنطلق، وهي أنها انتهاكات لحقوق الإنسان ولقانون الدول لحقوق الإنسان أيضا التي تحدث أثناء الحرب. نقول الطريقة الأخرى أو الاتجاه الآخر هو التركيز على أن هذه الانتهاكات تطال فئة النساء، وهي من الفئات المحمية في القانون الدولي الإنساني وفي قانون حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني كمدنيات، وفئات نقول هشة بحاجة إلى كثير من الحماية، كي يعني مثلها مثل فئة الأطفال وأيضا الفئات الأخرى، وبالتالي هذه داخل في هذه نطاق الحماية. في القانون الدولي لحقوق الإنسان هناك اتفاقيات خاصة متعلقة بالنساء، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال تمييز ضد المرأة، وهذه ربما الاتفاقية أعطت أو لديها آلية وجهاز خاص تركيزه أكثر على هذه الفئة من الفئات، ويتركزوا على النساء وما يتعرضن له من تمييز يدخل ضمن إطاره العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ومن ضمنها هذه الانتهاكات. لهذا ننظر لهذه الانتهاكات، ويجب أن ينظر لها المجتمع بأنها إحدى الانتهاكات التي تحدث لهذه الحرب، لكن التركيز على فئة النساء ليس كتمييز نقول يعطى بأنها فئة نقول تفتف أفضلية على الرجال أو بقية المدنيين، لكن لأنها فئة لم تحصل أو لا تحصل بالغالب على حماية كبيرة في أثناء الحرب وأثناء العمليات العسكرية وأثناء انهيار مؤسسات الدولة، ولهذا بظل انهيار هذه نقول أدوات ووسائل الحماية التي كانت يجب أن تحصل عليها، يجب أن يكون هناك أيضا تركيز من الجهة العاملة في مجال الرصد والتوثيق العاملة في مجال التحقيق. الآن العمل أو نقول المطلوب هو ليس فقط من جهة واحدة، مطلوب من جهات عدة وكثيرة، سواء في النطاق الحكومي أو نطاق المؤسسات الوطنية كمثل اللجنة الوطنية أو مؤسسات المجتمع المدني الغير حكومية، مطلوب منها العمل بأكثر من شكل وأكثر من إطار. هنا أجدها أيضا فرصة لأن أتحدث عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة الشرعية، بأن عدد كبير من النساء من المتوقع أن يصلن إلى المحافظات المحررة أو المناطق التي غير خاضعة لجماعة الحوثي، وكما سبق أن وصلنا قبلهن يعني أخريات، بأن يتم تقديم كافة سبل الحماية القانونية والاجتماعية ودور الإيواء وما يلازمه من خدمات ومن حقوق اجتماعية أخرى. يجب أن يكون هذا الدور كبير أو الدور واضح. أمر آخر
أيضا مسألة يعني مساعدة هؤلاء النساء في عمليات إعادة نقول والاستماع لهن من الشق النفسي والاجتماعي وإحالتهن بعد ذلك إلى اللجان مثل اللجنة الوطنية للتحقيق لعملية التوثيق والتحقيق الحقيقي والقانوني وتجهيز ملفات قانونية لمحاكمة مثل هؤلاء الذين قاموا بارتكابات أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وأيضا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومن ثم التحرك عبر وسائل التقاضي والقضاء. أمر آخر كما ذكرت منظمات المجتمع المدني والعاملة في مجال التوعية والعاملة في مجال السلام والأمن للنساء وتطبيق القرار 1325 أن تتخذ يعني عدد من الأطر من ضمنها عملية الضغط وعملية نقول يعني الضغط بالذات في مفاوضات السلام أو في ما يتم تداوله وتناوله في قضايا السلام للنساء بأن يكون هذا الملف ليس فقط ملفا يعني ربما كان تركيز البرنامج والحلقة هذه على الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال والقبض الغير قانوني والزج بالنساء في السجون، لكن باعتقادي هي انتهاكات أو تسلسل أو مسلسل من الانتهاكات المختلفة بدءا بمسألة ابتزاز النساء في الحصول على المساعدات، منعهن من عملية التعبير، منعهن من عملية الكتابة، منعهن من عملية التظاهر والمطالبة بحقوقهن، منعهن أيضا من العمل في منظمات المجتمع المدني، تقييد حرية وأعمال منظمات المجتمع المدني النسوية العاملة في تلك المناطق، منع برامج مناهضة العنف ضد المرأة والبرامج التي تتكلم عن مسألة المساواة ومسألة التمكين بشكل وبكافة أشكاله. يعني انتهاكات كثيرة، ربما كان تركيز هذه الحلقة على الاعتقال والانتهاكات نقول المباشرة متعلقة باعتقال الانتهاكات الجنسية والغير نقول أخلاقية وقانونية، لكن باعتقادي أنها هي انتهاكات يعني مترابطة وهي تمس كافة حقوق المرأة برأيك أستاذ أشاق، هل تعتقدين هذه الانتهاكات سوف تسكت صوت النساء أو المعارضين للحوثيين لأنهم يلوحون باختطاف النساء باتهامهن تهم يعلم تماما مدى سوءها بالنسبة للمجتمع اليمني؟ هل يمكن أن يعني أن توقف هذه الأمور من دفع عملية السلام وتعزيز القيم الديمقراطية؟ يعني لنكون واقعيين بشكل أكبر، قد تؤثر في تلك المناطق نقول البعيدة ربما يعني في المناطق التي لم تصل إليها المنظمات المجتمع المدني أو الأجهزة والآليات الوطنية أو المنظمات الدولية، باعتقادي أنها سوف تحدث نوع من الخوف والقلق، وهذا باعتقادي أيضا أمر شيء طبيعي. يعني في المديريات النائية والبعيدة عن الأضواء يعني، وربما هذا ما نتابعه نحن في اللجنة مثلا أوضاع المديريات حجور من بعد مارس 2019، حدث كثير من النوع كثير من الفزع، يعني تحولت ربما المديريات تلك إلى مديريات خالية من الذكور بشكل عام، وبقت النساء مقفلات على منازلنا خوفا من أي عمليات اعتقال أو عمليات مداهمة. فما بالك في موضوع أن يطال هذه الانتهاكات نساء في مناطق مثل هذه المناطق البعيدة ونقول المغيبة عن مسألة التركيز. لكن على الإطار العام يعني بالنسبة للنساء العاملات مثلا في المجتمع المدني أو في قطاع الإعلام سواء المتواجدات تحت في تلك المناطق يعني مثل صنعاء، دمار، إب وهذه المناطق، باعتقادي لن يكون ذلك الخوف بشكل كبير مثل المناطق الريفية والتي ربما يعني تعتمد أو ترى في مسألة العرف القبلي أو الاجتماعي مقدما على أي نوع من أنواع نقول الرفض والمقاومة لهذه الانتهاكات. لهذا بشكل أو بآخر يعني كما يعني أعتقد بأنه سيكون هناك تأثير في المناطق النائية والمناطق البعيدة، والتأثير سيكون أخف في المناطق المدنية والتي يسلط عليها الكثير من الضوء. هذا ربما يضاعف جهد أيضا المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الدولة أيضا بأطرها المختلفة، يضاعف جهدها في مسألة الوصول، في مسألة البحث عن المعلومة، في مسألة أيضا عملية الضغط بالذات مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني. هذه المنظمات ربما أصبح لديها نقول وصول نوعا ما، لكن لا تصل إلى المستهدفات من النساء الحقيقيات تحت هذه أيضا الأسباب.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذة شاق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.